السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أنا بعرف إنه عم يطلع شائعات كثير على ناس وعلى زوج على هذا القاتل. وقلتوا لي هذا قتال الكتلة رئيس العصابة المجرم صهركم وحبيب قلبكم؟ وما بنعرفه. ما بعرفه سيدي، ما بعرفه. ما بيشتغل عنا وما بنعرفه. لكن الأكيد إنه هذا القاتل دخل حامل مسدس بإيده. طبعا سيدي هو كان مسلح. نعم سيدي، معه كلاشين ومعه مسدس. وهي هي بدقوا فيها، ها هيك بدقوا فيها توم. وهو سيدي وشفت صيد سيدي معه كمان. أب نادر قل له نحن خبرنا. فيت للاعتداء، بيطلع بإيدهم ما بس يخلصوا القاتل ويلبسوا التهمة للقتيل إذا بدهم، بس الواح لازم يدفع له. إيش حاري؟ منين ندفع له؟ منين معنا مصاري؟ ولو علي ما علي بيع كل شي في عندي أراضي، ولو شو المختار ماله حدا. مهما يكون، إذا كان بيعرفه أو ما بيعرفه، إذا كان مشغله أو مش مشغله، إذا دفع له أو مش دفع له، لا يحق له الدخول إلى البيت، إلى حرمة البيت بالليل بهذا الوقت بالمسدس، سواء كان المسدس حقيقة أو لا. وهون بقول للفنانة نانسي عجرم ولا زوجة فادي ألف يعني الحمد لله على سلامتكم. ولا ولك العمى بعيونك ولا ولك انت فهمت على حالك لحتى نحن نفهم عليك، ولك شو بتحكي انت شو بتحكي؟ كلمة بالشرق وكلمة بالغرب عشدوا لابوسك سدوا. فيعني القاتل هو دفع ثمن فعلته، نحن ضد القتل. أنا صار عندي خلط بالمفاهيم. لكن بهيك حالة ممكن تتوقع أي شيء يحصل. انت واحد راطة وصر معي. قطوع ومرق وإن شاء الله بكون آخر قطوعات بتشوفوها بحياتكم. روحوا اكسروا له بصلة وتحشوها بمقار وبيصح صحيح. عندك بصاعه؟ عندي عندك ماشي نتحشله ماشي. يلا فهمت عليك فهمت عليك سيدنا. انا رايي انه كان فادي هاشم رجل بين قوسين افهم بقى. بين قوسين واب وزوج شوي تاني كنت عملت لي يا قاضي القضاء يعني بكامل حضوره للدفاع عن عائلته. شو كنت بدك تقلي؟ الحق على الحكومة خيا، يعني كيف بتترك بين ايدي له الابو نص عقل البيسة كل هالسلوع؟ مش عم بيناموا الليل بفكروا فيه. لك انا لازم اعرف البيضة من بيضة والجاجة من جاجة لحتى وجه التهمة لشخص بقتل شخص. عيش حراسي عليه في الشباب بعيونك ضحكتني بنص الحزن.